مين فينا ما حلم في يوم من الأيام إنه يوصل لمنصب كبير في الدولة اللي هو منها أو عايش فيها؟ لو مو رئيس أو ملك، على الأقل وزير. لكن هل تتخيل إنك لما تصير وزير تكون وزير الحمامات؟ اليوم في أبوتيكا رح نتكلم عن أغرب المناصب الوزارية حول العالم. هرشدة اليوم، تعالوا نصرفها في أبوتيكا. هاروكو أريمورا وزيرة يابانية لشؤون تمكين المرأة والإصلاحات الإدارية وإصلاح القطاع الحكومي. غير هيك، أريمورا تشغل منصب وزير الدولة لشؤون المستهلكين والأمن الغذائي والإصلاحات التنظيمية ومكافحة انخفاض نسبة المواليد والمساواة بين الجنسين. فكركم تكتفي بكل هالمناصب؟ لا طبعاً. في سنة 2014 قامت الوزيرة هاروكو بإضافة مسمى غير رسمي، هو وزيرة التواليت، لأنها اعتبرت أنه تحسين الحمامات العمومية في الشوارع والمتنزهات بيساهم في تقدم المرأة وتمكينها. كلامها هذا مش كلامي. من التواليت لغرفة النوم. في سنة 2017 عينت الحكومة الإسبانية هذه السيدة إيدلميرا باريرا وزيرة لشؤون الجنس. لا، مو اللي على الورق تبع ذكر وأنثى، ثاني اللي بيجيب البيبي. طبعا اسم الوزارة الرسمي مو وزارة الجنس، بل مفوضية التحديات الديموغرافية. ليش؟ لأنه إسبانيا يا جماعة فيها أقل نسبة مواليد في العالم الغربي، تعداد السكان بقل ما بيزيد. عشان تواجه الأزمة هاي استحدثت وزارة بحالها وحطت السيدة باريرا على رأسها. حاليا الوزارة هاي تشغلها تيريزا ريبيرا، لأنه إيدلميرا ما صمدت سنة في المنصب. يبدو انه في مشكلة عويصة عند الاسبان. نطلع من غرفة النوم بس نضلنا في البيت. تريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا السابقة عينت السيدة تريسي كراوتش وزيرة الوحدة سنة 2017. الوحدة، لانه من اصل 67 مليون بريطاني 9 ملايين عايشين لوحدهم طول الوقت او لاجزاء كبيرة من الوقت، وهذا خطر صحي كبير على جزء من القوة العاملة بالبلد. المهم تريسي كراوتش ما كملت سنة هي الثانية واستقالت بسبب خلافات مع البرلمان، وحاليا البارونة ديانا بارن هي اللي ماسك المنصب. طيب هل سمعتوا عن وزارة المجاهدين؟ الوزارة هاي لا مو بأفغانستان، وأكيد متابعينا في الجزائر بيعرفوها. بعد استقلال الجزائر سنة 1962 تم تأسيس وزارة حملت وما تزال تحمل اسم وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. وظيفتها متابعة شؤون ضحايا الثورة الجزائرية من قتلى ومصابين ومعاقين ومقاتلين سابقين، سواء بصرف مستحقات إلهم ولعائلاتهم أو علاجهم أو المحافظة حتى على الرموز الثقافية والتاريخية للثورة الجزائرية. الوزير الحالي للمجاهدين هو الطيب زيتوني، متولي الحقيبة من سنة 2014. أخيراً وليس آخراً عندنا الوزارة اللي الكل تقريباً صار يعرفها، وزارة السعادة في الإمارات العربية المتحدة، واللي تم تأسيسها سنة 2016 واسمها الرسمي هو وزارة الدولة للسعادة وجودة الحياة. أول وزير لهذه الوزارة هي وزيرة، وهي السيدة عهود خلفان الرومي. والهدف من الوزارة بحسب المكتوب على موقعها الإلكتروني هو تنفيذ خطط الدولة الرامية لتحقيق سعادة المجتمع ونشر الإيجابية. طب لو أنتم طلب منكم في بلدكم تأسسوا وزارة جديدة، شو راح يكون اسمها وشو هي وظيفتها؟ شاركونا إبداعاتكم في التعليقات. كونوا بخير وصحة، وما تنسوا تتابعوا أبوتيكا في السوشيال ميديا، وتوصوا علينا عند الحبايب والقرايب، ولكم الأجر والثواب.